كان حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قد أعلن قائمة فريقه لمباراة كامبالا سيتي، وضمت القائمة كل من شريف إكرامي ومحمد الشناوي، سعد سمير، محمد نجيب، أحمد فتحي، محمد هاني، عمرو السولية، وليد سليمان، أحمد حمودي، باكا، ميدو جابر، مروان محسن، صبري رحيل، وحسام عاشور، وأحمد حمدي، وصلاح محسن، وباسم علي، وإسلام محارب. فيما ضمت قائمة اللاعبين العائدين إلى القاهرة بعد انتهاء رحلة الإمارات التي شهدت اللقاء الودي بين الأهلي وأياكس أمستردام الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي كل من علي لطفي، هشام محمد لارتباطهما بأداء الامتحانات، ومحمد شريف، ومحمد الجزار، وأكرم توفيق، وعمرو السعداوي لعدم القيد إفريقيا، وأيمن أشرف للإيقاف، وكريم نادفد للإصابة، وعلي معلول الذي عاد إلى تونس لعدم جاهزيته. حرص محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على الاطمئنان على بعثة الفريق الأول لكرة القدم بعد وصولها إلى أوغندا، وأجرى مرجان اتصالا هاتفيا بكل من المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الذي كان في استقبال البعثة عند وصولها أوغندا. وأكد مرجان أنه اطمئن من مرتجي وعدلي على كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بالبعثة، مشيدا بتعاون رجال السفارة المصرية بأوغندا والذين حرصوا على استقبال البعثة في المطار وإنهاء إجراءات الدخول في دقائق معدودة، كما قاموا بتذليل كافة الصعوبات سواء في الانتقالات أو حجز ملاعب التدريب.